سالت غرفة الجنايات بمحكمة الاستئناف بالجديدة في مناقشة ملف قضية بيدوفيل الجديدة، وخير الملف لجلسة 21/11 لإعداد الدفاع من طرف المتهم الذي التمس أجلا لتعيين محامي لينوب عنه، وأيضا فرصة لنا لإدلاء بمطالبنا المدنية باسم الضحية وباسم منظمة متقيش ولدي. لن أدع الفرصة تفوتني دون أن أذكر بأن ملف ديال الطفل اللي كان توفى في شهر 5 نحن في الإجراءات التحضيرية لإعادة إحياء هذا الملف، وأملنا في القضاء غيكون كبير إن شاء الله لمساعدتنا في إظهار الحقيقة. والملف كما أكدت بأنه تأجل جلسة 21/11 إن شاء الله. هو العائلات ولا الأمهات هم النفسية ديالهم ربما مهتزة أكثر من الضحايا. من هذا المنبر وما غنخليش عاود الفرصة تفوتني باش نقول بأن حتى الوليدات اللي كيقراو مع حتى ذوك الضحايا كفى من هذاك الاستفزازات، وكفى من النعوت التي من شأنها أن تمس بإنسانية هاد الأطفال. وإن شاء الله الملف غادي يكون في غير خير إن شاء الله بإذن الله. حنا مطالبين بالحق مدني، حنا التعويض ديالنا غادي ندلو به ان شاء الله باسم الضحايا وباسم منظمه متقيش ولدي. نكون مطالبين بالحق المدني، اولا طالبونا بالتعويض لان هذا حقنا. القدر ديالو او السقف ديالو غندلو به في حينه، وكذلك سميتو باش ندافعوا على الضحايا ديالنا الى اقصى الحدود ان شاء الله. ما تنساش تشترك في القناه وتفعل الجرس باش يوصلك جديد الفيديوهات من هسبريس.